توفيت الممثلة الفرنسية من أصل دنماركي أنا كارينا، والمعروفة بأدوارها في أفلام المخرج الشهير جان جاك غودا، عن عمر يناهز 79 عاما. وقال وكيل الممثلة إن كارينا توفيت أمس في باريس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. وتألقت أيقونة أفلام الستينات وفي السينما الواقعية في 7 أفلام من أفلام جون جاك لوك غودا، بينها المرأة هي المرأة وبيرو المجنون. كما عملت كارينا مع مخرجين جاك ريفر وارنر وفيسباندر المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.